السيد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية. شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة هذه الجلسة الطارئة تنعقد في ساعات وأوقات عصيبة، يمكن هتنعكس على مستقبل منطقة الشرق الأوسط بل مستقبل العالم أجمع. سيادة الرئيس اسمح لي أن أنعي شهدائنا بل شهداء الشعوب المتحضرة والإنسانية، شهداء غزة. أهل غزة يعيشون تحت مجازر ترتكب من كيان صهيوني كان وما زال وسوف يظل كيان مغتصب متغطرس غرور لا يعرف عن قيم ومفاهيم الإنسانية شيء من قريب أو بعيد. أقول للشعب اليهودي لقد حرصنا خلال ما يقارب 45 عاماً لإقامة حالة وفاق وسلام بيننا وبينكم. أركان هذا السلام الآن قد تتلاشى بسبب حكومة ونظام حاكم لا يعرف إلا سعيه للبقاء في السلطة دون أخذ في الاعتبار لاستقرار الشعوب، دون أخذ في الاعتبار لمعاني ومفاهيم الإنسانية. سيادة الرئيس، الأخوة والأخوات، تمر بنا الأيام وتتوالى الأزمات وتثبت المواقف أنه لدينا قائد مخلص قوي لذا بمنتهى الفخر أعلن من منبري هذا المنبر الموقر دعمي وتفويضي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية أمن مصر القومي ورعاية القضية الفلسطينية، قضية العرب بل قضية الشعوب المتحضرة، رعاية القوي المخلص الأمين. ودوما نقول تحيا مصر بقائدها ومؤسساتها وشعبها الأصيل الأبي، وتحيا مصر دوما بحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.